باين على ملامح كل الموجودين حجم السعاده اللي احنا بنشعر بيها، ان احنا يعني عندنا قضاء نزيه، قضاء عادل، واحنا كان عندنا ثقه منذ البدايه بصراحه يعني رجاحه الحجج اللي كان بيتم تبديدها بخصوص توقيع اتفاق تنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير للمملكه العربيه السعوديه. احنا حريصين على علاقتنا بالمملكه العربيه السعوديه، بس قضايا الحدود وترسيم الحدود وكل هذه الامور لا تتم في الخفاء ولا يتم اتخاذها بشكل منفرد. ده امر شديد الحساسيه. مصر والشعب المصري عموما الاكثر حرصا على ارضه وعلى الحفاظ على ارضه، بندفع ارواحنا علشان هذه الارض على مدى عقود طويله من الزمن. فبالتالي عندما يتم التوصل لمثل هذا النوع من الاتفاق لا يجوز الانفراد باتخاذه بمثل هذه الطريقه التي تم اتخاذها به. وفي النهايه كان في حجج قانونيه قويه للغايه، يعني الحمد لله ان هي يعني اخذت بها المحكمه فيما يتعلق بصحه طريقه اتخاذ القرار. وايضا يعني انا لسه ما طلعتش على نص كامل، بس اتمنى ان هم يكونوا وضعوا في الاعتبار ايضا الخرائط اللي تم تقييمها، واللي هي بتثبت ان هذه الجزر المصريه منذ ان تم ترسيم حدود الدوله المصريه للمره الاولى في العام 1906 مع الدوله العثمانيه في اثناء فتره انهيارها، وانه في الواقع وفي الحقيقه وحتى هذه الايام يعني لم تمارس المملكه العربيه السعوديه اي نوع من انواع السياده على هذه الجزر. اتفاقيه كامب ديفيد عندما تم اعاده هذه الجزر تم اعادتها على مصر من قوه شرطه مصريه هناك. اتفاقيه كامب ديفيد تنص على وجود قوه متعدده الجنسيات الكثيره، فهذه الارض ارض مصريه، منطقه البحر الاحمر وخليج العقبه طول عمرها منطقه نفوذ مصر في مصلحتنا الاستراتيجيه. فاحنا يعني في قمه السعاده وفي قمه الامتنان لهذه المحكمه وهذا القاضي المحترم انه اخذ بكل او الطاقم القضاء بصراحه يعني انهم اخذوا بكل ما قدموه العديد من المواطنين بشكل منفرد المحبين لهذا البلد والحريصين على وطنهم قدموه للمحكمه، وان المحكمه اخذت بكل هذه الوثائق وبكل هذه القضاء. هل هناك سيكون هناك نقد من الجانب المصري او الجانب السعودي على هذا القرار؟ نقد؟ يعني انا ما اعرفش حضرتك تسال السعوديين، بس يعني ما ليس لي علاقه بمواقف الجوانب السعوديه، بس انا زي ما قلت لحضرتك لا بالشكل القانوني يعني قانونيا يعني شوف حضرتك في كل يعني السوابق اللي احنا شفناها كان في هناك خلاف حدودي بين مصر وبين اي دوله اخرى، هناك وسائل كثيره للتفاوض بشانها وحلها بطرق وديه. بس المهم يعني يهمني انا كمواطن مصري ده يتم في نوع اكثر من المكشف، يعني احنا ليه نروح نعمل الاتفاق ده مع السعوديه دلوقتي؟ لماذا فجاه اكتشفنا ان تيران وصنافير ليس خاضعين للسياده المصريه؟ وبصراحه يعني انا كمواطن مصري بالطبع يعني لم يعني شعرت بالكثير من الاهانه، لان احنا في الجانب المصري يكون الذي يتولى الدفاع عن وجهه نظر عن هذه الجزء السعوديه. دي ارضنا حاربنا علشانها، حاربنا علشانها في 67 وحاربنا علشانها في 73 وبذلنا من اجلها الكثير من الدماء. المساله مرتبطه بنفوذنا الاستراتيجي كمصر.